اتأكدت فريدة إن الرسالة وصلت. قامت قافلة الفون وخربته تاني في الدولاب، وأخدت نفس طويل بأريحية وابتسمت بانتصار كأن النار اللي جواها انطفت. مارد وأنجل والعيلة كلها اتجمعت على الأكل، ومارد بلغ عزيز إنه هيحاول لأنجل على كلية الهندسة. فريدة كانت طول الأكل بتبص للجميلة نظرة حقد وغل، وبتقول في نفسها إزاي طول السنين دي كلها ما شكتش لحظة إن عزيز كان متجوز جميلة. أنا كنت متأكدة إنه بيخوني معاها، بس توصل إنه يسويها بيا ويتجوزها، ده اللي مستحيل أقبله. خلصوا غدا، ومارد وأنجل خرجوا يتمشوا في الجنينة. كانوا ماشيين بعيد عن بعض. قامت أنجل مسكت إيد مارد. مارد بصلها وابتسم. أنجل، حمصة فاء من الغيبوبة، حبيت أعرفك عشان ما تقوليش علي قتل قتلة تاني مرة. فاء، أنا عايز أشوفه يا مارد. ليه؟ عايز أسأله عن ماما. أوكي، يلا اطلعي غيري هدومك هنروح له. أنجل بدلت هدومها بسرعة ونزلت ركبوا العربية وراحوا على المستشفى. في المستشفى ووصلوا قدام أوضة حماسة. استني شوية هنا ما تدخليش. دخل مارد، أما أنجل فضلت مستنية برا. حماسة كان نايم. قام مارد وجذف رجله بإيده جامد. حماسة صحي مخضوض. اسمع، تالي هتدخل دلوقتي، عينك لو اترفعت وبصيت عليها هعيشك بقى عمرك أعمى، فاهم؟ فاهم يا باشا. مارد فتح الباب لأنجل وهي دخلت وكانت متوترة جدا. قام مارد حوطها بدراعه وبصلها يعني كأنه بيقول لها أنا معاكي. ماما فين؟ أنا عايز أشوفها. ليه؟ أنت ما تعرفيش إنها ماتت من سنتين ولا إيه؟ أنجل حطت إيديها على بقها بصدمة وعينيها اتملت دموع. ماتت؟ أيوة ماتت، وكان آخر أمنية ليها إنها تشوفك وتقولك سامحيني. دي حتى طلبت مني الطلاق بعد ما لقوا جثة الطفلة غرقانة في النيل واشتبهوا إنها أنتي. أمك بعدها اتعذبت قوي، وإحساسها بالذنب قضى عليها. كانت بتحمل نفسها مسؤولية موتك. مارد بص لأنجل بعد اللي سمعته، لقاها تقريبا مش قادرة تتنفس من شدة الصدمة، وهي بتتخيل قد إيه والدتها اتعذبت بسببها. كان ممكن ترجع وتطمن مامتها، بس رفضت. كأنها نسيت في اللحظة دي قط الفيران والحبس باليوم والاتنين، وافتكرت بس صورة مامتها قبل حماسة ما يدخل حياتهم. كفاية انت ايه؟ انجل انهارت، ما بقتش قادرة تقف على رجليها. مارد شالها وكان حيموت من القلق. نزل بسرعة ركبها العربية، وطول الطريق بيسوق بايد والايد التانية ماسكة ايد انجل اللي مش حاسة بأي حاجة، وبتبص لكل حاجة ودموعها نازلة في صمت. وصل مارد القصر وشال انجل وطلع على اوضتهم. انجل بصت لمارد، عايزة أبقى لوحدي. عيطي على قد ما تحس إنك بقيتي كويسة. وبعدها وقف عياط، أنا هكون مستنيكي برا. أنجل هزت راسها ودموعها نزلت قطعت قلبه. كان هيحضنها ويقول لها مش هقدر أسيبك كده، بس هي قفلت الباب في وشه وقفت قدام المراية وفضلت تبص لنفسها وتعيط. رسالة لحبايب قلبي اللي سنهم 18 سنة وأقل، ده حرام وغلط، محدش يكرر التجربة. وفجأة دخلت الحمام وقفلت على نفسها، وقفت تحت الدش بهدومها. فضلت حوالي ساعتين استرجعت كل اللي فاكراه من ذكريات مع والدتها. مارد قلق، عدى ساعتين ومش سامع أي رد فعل منها، ولا صراخ ولا تكسير ولا حتى بكى. فتح الباب بص في كل حتة ملقاهاش. قلق أكتر، خبط على الحمام، سمع صوت بكاها. برضو البكا في الحمام حرام وغلط. أنجل افتحي، أنت بتعيطي كل ده في الحمام؟ افتحي ولا أكسر الباب.
ما كانش فيه رد من أنجل. مارد خبط الباب مرتين بكتفه، ما فتحش. خبطه تاني انفتح. دخل لأنجل قاعدة على الأرض وضم رجليها وكأنها تعبت من كتر البكا. مارد قرب منها ولقى جسمها بترعش من البرد. مارد جري عليها وشالها ولقى جسمها متلج. خرج بيها بسرعة حطها على السرير وطلع هدوم من دولابها وقرب منها عشان يغير لها هدومها. قامت هي رفعت ايديها بضعف ووقفته. مارد مسك وشها بإيده. ما تخافيش أنا جوزك. بدأ يغير لها هدومها وغطاها ببطانية، بس هي ما كانتش حتى مركزة، كانت في عالم تاني. مارد نام جنبها على السرير وأخدها في حضنه لحد ما نامت، ومسك اللابتوب بتاعه عشان يخلص شغل. فضل يشتغل حوالي ساعة وبعدها حس إنه فصل وعايز ينام. بص الأنجل لاحظ إن وشها أحمر، قرب منها وحط إيده على جبينها. لقاها سخنة مولعة، اتجنن وكان حيموت من القلق عليها، بس تفكيره اتشل ومش عارف يعمل إيه. وأخيرا فكر ونزل بسرعة جاب مية ساعة وتلج وبدأ يعمل لها كمادات. أنجل حبيبتي فوقي، فتح عينيكي، كلميني أنجل. كان بيطبطب على خدها بالراحة وهي ما كانتش بتفوق. وفجأة أنجل بدأت تهلبس. مارد مارد خليك جنبي، ما تسيبنيش. أنا جنبك يا حبيبي أهو. أنا بحبك أوي يا مارد، بحبك ونفسي تحبني زي ما أنا بحبك. اوعى تتجوز لمار وتكسر قلبي، أنا مش هقدر أشوفك بتتجوز غيري. مارد وهو حضنها، أنا عمري ما حبيت ولا أحب غيرك، أنتي ملاكي يا أنجل، أنتي بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا، بس فوقي طمنين عليكي. مارد كان قلقان عليها جدا. مارد وشوشني، أنا عايزة بيبي، يلا بقى هاتلي بيبي. أنا عايزة بيبي. مارد فضل يضحك عليها، طب خفي بقى عشان نجيب بيبي. سكتت شوية وكأنها راحت في النوم. وشوشني، انت مش بابا، انت حبيبي، انا بحبك حب متجوزين. ايه ده، انا كده قللت الادب ولا ايه؟ مارد فضل يضحك على كلامها. لا، انت كده قلب المارد من جوه فوق، انتي بس عشان اقولك ان انا كمان بحبك حب متجوزين. مسك ايديها وبسها وحط ايده على راسها، لأ حرارتها نزلت شوية، اتطمن واخدها في حضنه وراح في النوم هو كمان. في ايطاليا سأسافر مصر غدا. لماذا سيدي؟ اذا كان هناك خطأ ما سأسافر نيابة عنك. الامر يخصني شخصيا، لذا سأسافر بنفسي. انصرف انت. امرك سيدي. الكينج رقع ظهره لورا. جميلة، سأقتلك كما حرمتيني من ابني الوحيد. وفتح اللابتوب بتاعه وفتح فيديو قديم من تسجيلات كاميرات قصر عزيز. كان فيديو لحفلة رجال أعمال في قصر عزيز. جميلة كانت نازلة تتسحب عشان تتفرج على فساتين الستات وجزمهم اللي لابسينها. وفجأة شاب 18 سنة كان ماسك كاس وسكران، حط ايده على ظهر جميلة، بصيت له بخضة. قام هو بصلها بطول من جمالها، هي خافت وجريت على فوق، فدخلت أوضة عزيز عشان تستخبى، بس الشاب لحقها ودخل وراها وقفل الباب وحاول يعتدي عليها وهي كانت بتصرخ، بس محدش سمعها. كانت بتصرخ بأعلى صوت وتستنجد بعزيز، بس كان بدون فايدة. الشاب بيضحك باستمتاع، وكانت جميلة ماسكة بطنها لأنها كانت حامل في شهرها التالت،
وفجأة وهي بترجع لورا خبطت في مكتب عزيز اللي في أوضته، وإيديها جت بالغلط على المسدس من غير ما تحس، ضغطت على المسدس فخرجت رصاصة واخترقت قلب ميكلي ابن الكنج. الكنج مسك الكاس وضغط عليه لحد ما اتحطم. في الصباح أنجل صحيت، بصت لمارد، مارد فتح عينه وافتكر كلامها امبارح. عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة. مارد قرب منها وبسها لأول مرة بإرادته، وكان في كامل وعيه، وهي كانت مبرقة. مارد، أنا لسه بحلم ولا إيه؟ لأ، أنت صاحية يا مراتي. ها؟ مارد ابتسم. جهزي نفسك عشان هاخدك مشوار مهم. لسه هتقوم، حست بدوخة كانت هتقع، قام مارد سندها. أنت كويسة؟ أيوة كويسة. مارد شالها وأخدها على الحمام. يلا عشان هساعدك. لا طبعا، اطلع بره، أنا هاخد شاور لوحدي. أنت بقيت قليل أدب على فكرة من لما صحيت. مارد ضحك. أنا قليل أدب؟ عديها عشان أنت لسه تعبانة. أنا كنت هساعدك عشان أنا جنتلمان على فكرة. وفضلوا يضحكوا. في اللحظة دي أنجل نسيت كل حزنها وافتكرت بس لحظة حبها للمارد. بعد مرور وقت أنجل لبست، ومارد دخل بعدها أخد شاور ولبس هو كمان. يلا هننزل، ماليش نفس أروح أي مكان، بس المكان ده أنتي محتاجة تروحيه. ها قلتي إيه؟ أوكي يلا بينا. خرجوا من القصر وركبوا العربية. أنجل طول الطريق مستغربة طول المسافة. إحنا هنروح فين؟ هختفي. والله لو كل اللي بيختفوا أمارات كده زي بابا، أنا ما عنديش مانع إنك تخطفني. بابا برضو. أنجل ما كانتش فاهمة حاجة، هو بيقول كده ليه؟ أنا الفضول هيقتلني. إحنا رايحين فين؟ هاخدك تزوري مامتك وتتكلمي معاها بكل اللي نفسك تقوليه. أنجل بصت لمارد وعينيها دمعت. بعد فترة وصلوا لقرية صغيرة. مارد نزل من العربية وقلع النضارة الشمس بتاعته وبص للبيت، وبعدها سأل جيران والدة أنجل ودلوه على مكان المقابر. ركب مارد ووصلوا هناك. أنجل كانت واقفة وجنبها مارد، ما كانتش بتنطق ولا كلمة، كانت ساكتة وبس. هي أمك كان اسمها إيه؟ زهرة. ماما زهرة، كنت حابب أطلب إيد بنتك تالية، وبنتي أنا كمان، مش عارف إمتى ولا إزاي حب البنتي اتحول لحب من نوع تاني، بس بأكدلك إن في كل مرة بحبها سواء بنتي أو مراتي حبي ليها بيوصل لحد الجنون. أنجل بصت بصدمة اللي هي مش مستوعبة ولا مصدقة حاجة. ماما، أنت فاهمة حاجة؟ مارد مسك إيديها وبسها. بابا يفهمك، أنا بحبك يا أنجل كمراتي. أنجل ابتسمت وعيطت في نفس الوقت، ملس على شعرها. هسيبك مع مامتك براحتك، أنا هقف بره، هكون قريب منك عشان ما تخافيش. تمام. وفضلت تتكلم مع مامتها، مرة تعاتبها ومرة تعيط ومرة تندم ومرة تقول لها قد ايه كانت وحشاها. ومارد كان سامع ده كله ودموعه نزلت عشان نفسه هو كمان يعاتب والدته ويعتذر لها عن جفائه معاها ويبدأ معاها صفحة جديدة. جميلة كانت قاعدة في الجنينة، وعزيز كان ماسك بوكيه ورد أبيض اللون اللي بتحبه جميلة، قرب عشان يدهولها، وفجأة لمح الكينج موجه سلاحه على جميلة وهو راكب هليكوبتر قريبة منهم قوي. الرصاصة اخترقت بوكيه الورد الأبيض وقع على الأرض وتحول لونه للأحمر. ولحد هنا بتخلص حلقتنا.
استنوني في حلقة جديدة، بس ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد بقصصنا، وياريت ما تنسونيش باللايك والشير دعما لنستمر، وإلى اللقاء في الحلقة الجديدة إن شاء الله. بحبكم so much.